يوجد مليار دراجة هوائية في العالم. بنيت أول آلة تشبه الدراجة في عام 1817، ولكن خلال أكثر من 200 عام لازال العلماء لا يفهمون تماماً آلية عملها. فلنأخذ عجلتها على سبيل المثال، إنها رفيعة للغاية. ضع دراجة هوائية على سطح مستوى ثم اتركها، وستجد أنها ببساطة ستقع على أحد جانبيها. كان من المعتقد أن الدراجة تتزن بسبب راكبها، فالراكب يدير الدواسات ويوجه مقبض الدراجة ليتفادى السقوط. حين تسرع الدراجة تصبح مستقرة. معظمنا حاول ركوب الدراجة بدون وضع الأيدي على المقبض لمرة واحدة على الأقل، لذا فالراكب مهم للتوازن، ولكن ذلك لا يحل المعضلة الفيزيائية. انظروا إلى هذه الدراجة الهوائية. الأنبوب الرئيسي مائل للخلف. سنرسم خطاً خيالياً. إنه لا يمر خلال مركز العجلة، ويلمس الخط الأرض قبل أن تلمسه العجلة. المسافة بين هاتين النقطتين تسمى المسار. هذا التصميم يساعدك على التحكم في العجلة وموازنتها. ومع ذلك هناك العديد من الدراجات التي تعمل بطرق غير تقليدية، لذا فإن إمالة الأنبوب الرئيسي مهم، ولكن ذلك لا يجيب عن السؤال الأساسي. حين تدور العجلة الأمامية للدراجة تعمل كمدوار وتصبح غرضا دوارا يحافظ على وضعها الرأسي. أسهل طريقة لشرح الأمر هي من خلال النحلة الدوارة، فهي تدور لكن دون أن تقع. ونفس الأمر مع عجلة الدراجة، حين تميل إلى الجانب يعيدها تأثير المدوار إلى حيث ينبغي. ولكن العلماء صنعوا دراجة بعجلتين أماميتين الواحدة فوق الأخرى، فدارتا في اتجاهين مختلفين مما أوقف تأثير المدوار، وهذه الدراجة الفاخرة لم تقع أيضا. قد تكمن الإجابة في العقل البشري نفسه، فهو يساعدنا على الحفاظ على توازننا. نحن نتعلم قيادة الدراجة الهوائية بنفس الطريقة التي نتعلم بها المشي. بينما كنت تهرب بعيدا من ذئب، كان الدماغ يعمل جاهدا أيضا. ولكن ما المغزى الأساسي؟ يمكنك ركوب دراجة هوائية، ولكن العلم لا يعرف كيف يحدث ذلك بعد. يستخدم الناس الزجاج منذ 5000 عام، ولكن لا يمكنهم تفسير وجوده. هل أنت متأكد من أن كأس الماء صلب؟ إذا نظرت إلى الزجاج تحت المجهر سترى جزيئاته مبعثرة. تمتلك السوائل فقط هذا التركيب الجزيئي. المثال الكلاسيكي لهذا هو الأفلام. الأجسام الصلبة عبارة عن فيديو أوقف مؤقتاً، أما السوائل فهي فيديو يشغل بسرعة عادية. ثم هناك الزجاج، وهو مقطع فيديو يشغل ببطء شديد، كما هو الحال مع الدراجة الهوائية. لا يوجد تفسير لذلك حتى الآن. يأتي النمل الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية. على مدار 100 عام الماضية هاجر إلى جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. صنعت المليارات من هذه الحشرات مستعمرة كوكبية كبيرة واحدة. مستعمرتهم في الولايات المتحدة تغطي ولاية كاليفورنيا بأكملها. أما في أوروبا تبدأ عاصمة النمل من شمال إيطاليا وتمتد على طول ساحل البحر الأحمر المتوسط، وتنتهي في شمال إسبانيا. إنها لا تحب النمل الآخر، لكنها تثق به. إذا وضعت النمل الأرجنتيني من أمريكا وأوروبا واليابان في علبة واحدة، فلن يتنافس مع بعضه البعض. سوف تتعاون الحشرات وتفرك قرون الاستشعار. فبالنسبة إلى النمل، تلك هي المصافحة. ليس لدى العلماء أي فكرة عن كيفية وصول النمل إلى هذا المستوى من التنظيم والرغبة في السيطرة على العالم بأسره. 5% من الكون مصنوع من مادة، وذلك يشمل النجوم والغازات بين المجرات والكويكبات والكواكب وأنت وأنا. 27% من الكون عبارة عن مادة مظلمة، لا يمكن رؤية هذه المادة من خلال التلسكوب. أما 68% المتبقية فهي طاقة مظلمة. يعتقد العلماء أن الكون يتوسع منذ الانفجار العظيم، وأن اتساعه في تسارع. ربما تدفع الطاقة المظلمة الكون إلى الأمام، لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت موجودة. في عام 2008 نظر عالم ألماني إلى صور موقع مخيم في قرية على جوجل إيرث، ورأى في إحداها قطيعاً كبيراً من الأبقار. الغريب أن جميع الحيوانات واجهت نفس الطريق. درس العلماء سلوك 8500 بقرة حول الكوكب. كانت النتيجة مفاجئة. عندما ترعى هذه الحيوانات وتستريح وتشرب الماء، فإنها تصطف في اتجاه الشمال إلى الجنوب. يبدو أن الأبقار تملك بوصلة مغناطيسية مدمجة، لكن لا أحد يعرف لماذا حتى الآن. عندما تستمع إلى أغنيتك المفضلة، يفرز دماغك هرمون الدوبامين، المعروف أيضا باسم هرمون السعادة. يفهم العلماء كيف يعمل.
لكنهم لا يعرفون لماذا يجذبنا شيء مجرد مثل الموسيقى ويؤثر في سلوكنا. ليس هذا منطقياً. البشر يحلقون في الفضاء ويمشون على القمر وسيبنون مدينة على سطح المريخ، لكننا لا نعرف شكل 80% من قيعان محيطات العالم. العوائق هي انعدام الرؤية والبرد وضغط الماء الهائل. في قاع خندق ماريانا يكون الضغط أكبر 1100 مرة من على السطح. يشبه الأمر وجود 6 سيارات تضغط على كل جزء من جسمك. حتى بدلة الفضاء الأكثر حداثة لن تنقذك. في عام 2017 لاحظ علماء الفلك جسماً غريباً اسمه أوموامو. طار المارق النجمي عبر نظامنا الشمسي بسرعة تقارب 5 أضعاف سرعة كويكب عادي. يبدو أوموامو مثل لوح الشوكولاتة، طويل جداً وسميك. لا يعرف العلماء من أين أتى، الراجح أنه كتلة ضخمة من الجليد. يفضل 10% من البشر استخدام اليد اليسرى أكثر من اليد اليمنى، ومع ذلك لا يزال سبب تقسيم الناس إلى أعسر وأيمن غير معروف. والمعروف أن عدد العسر لم يتغير على مدار التاريخ. عثر على العسر أيضا بين الحيوانات، فجميع حيوانات الكنغر تقريبا عسرة، حتى الأخطبوط لديه يد مفضلة. قبل 2500 عام لاحظ سكان مدينة هيليك اليونانية أن الجرذان والطيور والثعابين تفر بالمئات. كان جميع الحيوانات حريصة على مغادرة شوارع المدينة في أسرع وقت ممكن. في نفس اليوم ضرب زلزال قوي مدينة هيليك. ليس من الواضح كيف تمكنت الحيوانات من الإحساس بالكارثة. هل تستجيب للذبذبات داخل الأرض أم أنها تشعر بتغيرات في الهواء؟ لا يزال العديد من العلماء لا يؤمنون بهذه القوة الخارقة لدى القطط والكلاب والطيور والنحل والحيوانات الأخرى. أي كوكب في النظام الشمسي يبدو الأروع؟ زحل بالطبع. من لا يحب حلقاته؟ فهي تدور بسرعة كبيرة وتتكون من الجليد والصخور، وتتراوح أحجامها من حبة رمل إلى صخور أكبر من منزل. يبلغ سمك الحلقات 100 متر وطولها 390,000 كيلومتر فقط. إنها مثل المسافة من الأرض إلى القمر. يمتلك العلماء الكثير من المعلومات حول زحل، لكن لا أحد يعرف العدد الدقيق لهذه الحلقات. أقرب تقدير هو 500 إلى 1000. نقضي ثلث حياتنا نحلم. العلماء من حول العالم يدرسون طبيعة النوم منذ 100 عام، ولكنهم فشلوا في الإجابة عن سؤال واحد: لما علينا أن ننام؟ البعض يعتقد أن أجسامنا تنتج البروتين وتبني العضلات خلال نومنا، وخلال الراحة الليلية نزيل السموم والمواد الضارة من أجسامنا. ويؤمن البعض الآخرون أن النوم يعيد تشغيل عقلنا، مثل زر إعادة التشغيل على الحاسوب. الماء في كل مكان في كوكبنا. بدون الأنهار والمحيطات والسحاب لم تكن الحياة على الأرض ستتطور. 60% من أجسامنا مكونة من الماء أيضاً. حسب هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، هناك 1360 بليون كيلومتر مكعب من الماء على كوكبنا، وتغطي حوالي 72% من سطح الكوكب، ولكن بسبب الأملاح فالصالح منها للشرب بنسبة 3% فحسب. لا يعرف العلماء كيف ظهرت المياه ولماذا يوجد الكثير منها. البعض يعتقد أنها أتت إلى الأرض مع النيازك، والآخرون يعتقدون أن البراكين ساعدت على ظهورها. خلال ثورانها يتكثف بخار الماء في الغلاف الجوي وينزل إلى الأرض في شكل أمطار.